السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا عروض خيالية، عبايات استقبال سعر موحد 130 جنيه، رسومات كتير وألوان كتير، حاجات ستان وحاجات قطن وحاجات حرير، كله سعر موحد 130 جنيه. عشان لو غلطت في السعر تعرفوا، سعر موحد 130 جنيه كل العبايات. عندنا المقاسات تبدأ من لارج ل 5X. هحاول أفرج حضراتكم على الموديلات والألوان بسرعة. كل العبايات اللي هنعرضها لحضراتكم دي سعر موحد 130 جنيه، زي ما حضراتكم شايفين الاشكال كلها اشكال جميله وتحفه، وكل شكل منه رسومات كتير، غير الخامات بقى، خامات ستان وخامات قطن وحاجات طريه وتطريزات انواع كتير. المقاسات يا جماعه تبدا من لارج لغايه 5X، يعني هتناسب كل الاحجام. السعر 130 جنيه، كميه كتيره من العبايات، وان شاء الله نحاول نفرجهم لحضراتكم بسرعه. زي ما حضراتكم شايفين شكل العبايات، حاجات كلها اشكال تحفه والوانات كلها جذابه وحاجات جديده، والسعر كام؟ 130 جنيه. سعر موحد يا جماعه 130 جنيه. وطبعا انتوا لو عايزين العروض اليوميه توصل لحضراتكم، اشتركوا في الصفحه وفعلوا زر الجرس بحيث ان كل العروض توصل لحضراتكم، وطبعا ما تنساش اللايك للفيديو بحيث ان يجيلك الفيديوهات دايما بتاعتنا. عندنا موديلات كتير جدا من العبايات دي على فكره، يعني اكتر، ممكن يكون اكتر من 20 شكل، وكل شكل منه الوان. ده موديل الفراشه، هنفرض لحضراتكم برضو عشان تبقوا شايفين شكلها العبايه عامل ازاي، حاجه جميله جدا جدا. والسعر برضو يا جماعه كله متخفض ل 130 جنيه. طبعا الموديل اللي فيه منه الوان، انا هحاول الالوان اعملها بسرعه عشان ما نضيعش الوقت، بس عشان تبقوا عارفين ايه الالوان المتاحه. المقاسات طبعا من لارج ل 5X. الخامات طبعا في ستان وفي حرير وفي قطن، كله سعر موحد 130 جنيه. الوانات كتير جدا من الموديل زي ما حضراتكم شايفين، يعني اكيد ان شاء الله كل واحده هتلاقي اللون اللي يناسبها واللون اللي يعجبها في الموديل. طبعا العبايات دي طبعا في الاستقبال والحاجات دي بتبقى جميله جدا. السعر كام يا جماعه؟ 130 جنيه. يا رب كده تكون الاشكال واضحه مع حضراتكم وشايفينها كويس. كلها سعر 130 جنيه، طبعا بتطرزات مختلفه كتير. طبعا يا جماعه الحاجات دي كانت في البدايه سعرها 250 جنيه، اتخفضت لغايه ما وصلت 130 جنيه، يعني كده تخفيض حوالي 50%. وكمان في عندنا عروض كتير جدا على الكاشات والقطن، وعندنا عروض على اللبس الرجالي، وعندنا عروض على المفروشات، وعندنا عروض على قماش التنجيد وقماش الستاير، عروض متخفضه جدا جدا. اما العروض اللي احنا بنعرضها لحضراتكم دي العبايات سعر موحد 130 جنيه. كمان في ستاير اورجانزا معروضه دلوقتي في معرض الستاير، السعر المتر 15 جنيه. وكمان في ستاير جاهزه ثلاث طبقات، عندنا ستاره زائد برقع زائد طبقه ستان في الخلفيه، مساحتها مترين ونص ارتفاع في مترين ونص عرض، سعرها 170 جنيه جاهزه على التركيب، متفصله وجاهزه وركب لها شريط. كمان في معرض المفروشات في ملايات ب 100 جنيه. وكمان في فوط عندنا سعرها 15 جنيه، فوط بويا تصدير السعر 15 جنيه. وكمان في المعرض هنا في كوتشيهات حريمي ب 30 جنيه، سعر الكوتش ب 30 جنيه. وكمان في عندنا اسدالات السعر 45 جنيه للناس اللي ما شافتش الفيديوهات القديمه، السعر ب 45 جنيه. وعندنا كمان عبايات قطن بيتي السعر برده ب 45 جنيه. وعندنا تيشرتات رجالي برده ب 15 جنيه. في عروض كتير جدا جدا جدا، نورونا ان شاء الله باذن الله، وعروضنا ان شاء الله تعجبكم. كمان في انصار رجالي ب 50 جنيه. كمان في مليات 3 دي تركي نزلت سعرها 100 جنيه، موجوده في معرض المفروشات زي ما حضراتكم شايفين. طبعا العرض ده موجود في كل المعارض، يعني مش في معرض واحد، موجود في كل المعارض زي ما حضراتكم شايفين. العبايات جميله جدا جدا، والسعر 130 جنيه.
شياكه وجمال، السعر 130 جنيه. وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات كتير جدا جدا باذن الله، ورب العروض تنول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.